رافق إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الكثير من الجدل، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات التي وصفت بالمشددة، الأمر الذي أثار أسئلة كثيرة عند مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول الممنوع والمسموح في القانون. ما حدود النقد؟ ماذا يعني اغتيال الشخصية أو انتحال الشخصية؟ سنناقش هذا الموضوع من ناحية التعامل مع المواقع الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي، مع الخبير القانوني والدكتور جميل السماوي، وسنتعرف على النصائح التي يجب أن يعرفها ويدركها الكثير من الناس قانونيا عند استخدامهم لهذه المواقع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. عندما نتحدث عن يعني القانون، نتحدث عن بنود كثيرة وبنود استحدثت فيما يخص التعامل إلكترونيا. تحدثنا يمكن قبل الفاصل، كنت تقولي دكتور أنه كثير من الناس خلف الشاشات يعني أعطوا لأنفسهم أحجام كبيرة جدا، ويعني حتى من ناحية الهوية تخلينا بكثير يعني بشكل كبير عن معايير معينة. هذا القانون يعني كيف تعامل مع فكرة التعامل مع الأشخاص خلف الشاشات؟ نعم، حكينا أنه كنا صرنا شجعان خلف الشاشة، حكينا أنه الفضاء الإلكتروني أصبح خارج عن السيطرة. اليوم إحنا أمام قانون حبيناه كرهناه، مشدد مخفف، قانون أقر من مجلس النواب والأعيان وصدرت الإرادة الملكية السامية، وبالتالي إحنا اليوم أمام واقع حال. هذا القانون يجب أن نلتزم به. بشكل عام القانون غلظ العقوبات، ويبدو في حاجة لهذه المسألة. تغليظ العقوبات بشكل عام بيساعد على الردع العام والردع الخاص. صار عندنا، تفضل حكيتوا عن اغتيال الشخصية، أي شخص صار ينشر معلومات أو إشاعات عن أشخاص بتدخلوا بحياتهم الشخصية، وهذا كلام مرفوض. يعني النقد البناء، النقد لمسؤول، النقد لعمله، لما يقوم به، لأي شخصية هون بنحكي عامة أو خاصة؟ طبعا اغتيال الشخصية بشكل عام، يعني لما ما حدد. تفضلت حكيتي عن الأسماء المستعارة، أنا باجي اليوم بفتح صفحة جديدة بكتب اسم محمد سالم أو بحط صورته، هذا ممنوع بالقانون أو اسم وردة. يعني في كثير متداول، حتى الأسماء مستخدمين هي مش يعني مش مرتبطة بأسماء أشخاص. مزبوط. كيف التعامل مع هذا النوع؟ لا، هاي ما عقب عليها القانون. أنا لليوم بقدر أحط اسم، لا شريطة أن لا يكون استغلال اسم شخص معين. يعني هاي الأسماء اللي بيستعملوها، الوردة الصفراء هاي اليوم لا ما عقب عليها القانون، ما في نص بعاقب. معاقب النسبة إلى شخص معين أو نسبة إلى مؤسسة معينة. أنا ما بقدر أجي أكتب مستشفى الجامعة الأردنية، أعمل صفحة باسم مستشفى الجامعة أو وزارة الداخلية وأصير أنشر معلومات. يعني مجرد أني أنا عملت صفحة وسميتها باسم مؤسسة أو شخص حتى بدون ما أحط صورته أو صورة المؤسسة، يعني المبنى أو كذا، يعاقب عليها القانون. اليوم مجرد الدخول إلى أي موقع، يعني اختراق أي موقع، يعاقب عليه. إذا دخلت وحاولت أحذف أو أغير، العقوبة تشدد. أحذف وإيش وأغير إيش؟ إذا دخلت إلى مثلا موقع إلكتروني، موقع قناة المملكة مثلا، وغيرت بالأخبار، تشدد العقوبة. كيف سيكون لك يعني أكسس حرية من خلال، هل في نص عليها إنه إذا كنت حصلت، يعني هل هذا يعتبر اختراق أم الدخول كمستخدم بطريقة غير شرعية؟ لا طبعا هذا اختراق من خلال برامج الهاكرز اللي هي، وهاي البرامج متوفرة بتقدر تشتريها ومن طبعا، لكن طبعا مجرد حيازتها غير قانوني، استعمالها غير قانوني. إذا استعملتها للدخول إلى موقع بس وأشوف شو في جوا، عقوبة. إذا استعملتها من أجل نية التغيير، العقوبة مشددة. استعمال الـ VPN اللي هو المحولات، التحويل اليوم لفتح مواقع معينة، فتح مواقع أو لتمكين الآخرين من الدخول إليها. لأن أنا بقدر أعمل صفحة وأحط الـ VPN. أوكي، ارتكاب جريمة، شريطة أن تكون، يعني فكرة وجود الـ VPN جريمة بحد ذاتها؟ لا، وجود الـ VPN مش جريمة، ولكن إذا في تمكننا أشخاص من الالتفاف على الأشياء الممنوعة أو لغاية أوجدنا لتغيير الـ IP address اللي هو البروتوكول، اللي هو أنا كدولة أو كسلطات بقدر أعرف إنه هذا طلع من بريد جميل سماوي أو كذا، استعمال برامج لتغيير الـ IP address هاي جريمة.
يعني نرجع لفكرة الفي بي ان، بما انه هلا كثير من الناس من متابعي تيك توك مستخدمين للفي بي ان، هل يعتبر هذا خارج الإطار القانوني؟ نعم طبعا، واحدة من الملاحظات بدي احكيها على القانون هو ما فصل كثير، طبعا التفصيل بالنهاية للقضاء، القضاء اللي بفصل، يعني في مادة جدلية مين بده يكون رافع القضية بحال الحالة؟ طبعا او الشكوى، تحريك الشكوى في جرائم بحاجة الى شكوى، ايضا هل يستطيع ان يحرك دعوى بشكل شخصي؟ نعم، في جرائم بحاجة الى شكوى، في جرائم يستطيع المدعي العام أن يحركها بدون شكوى مثل هاي. بناء على أي مشاهدات؟ بناء على إخبار أو تحقيقات السلطات بتوصل أنه في خرق. إذا كان حجم كبير من الناس يقوم بهذا الشيء، يعني حتى لو كان حجم كبير من الناس يبدو أنه في توجه، في يعني توجه للردع، للردع بهذا الموضوع. في مادة جدلية مهمة لازم نحكي عنها. إذا أنا دخلت على صفحتك الإلكترونية أو على التواصل الاجتماعي أو حتى واتساب جروب، لأنه كلمة المجموعات، إذا دخلت على 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 صفحة على واتساب جروب ونشرت وأنت كنت مديرة الموقع، أوكي، إذا أنت كنت المديرة بتتعاقبي زي عقوبتي أنا، فهون لازم نتنبه. لازم يمكن هذا الموضوع اللي يعني شائك جدا، استوقف كثير من الناس فيما يخص. انا مسافر، يعني عندما نتحدث، يعني ممكن نحدد تفصيلا، عندما نتحدث عن التعليقات بشكل اساسي، ما هو الباب الذي يعني او الذي سيكون على اساسه رفع الشكوى مثلا بحق صاحب الصفحه؟ مثلا انا على صفحتي يستطيع اي شخص ان يعلق، فيجب ان اكون متابعه لكل انواع التعليقات، ما انواع التعليقات التي من الممكن ان يحاسب عليها بعض الاشخاص، وحتى مده العقاب انواعه او العقوبات، الى اي مدى نحن نتحدث عن حجم هذا الضرر؟ النقطه المهمه في هذا الموضوع إنه القانون ما حدد مدة لإزالة التعدي، بمعنى أنا نشرت صفحة، نشرت منشور، كتبت أمانة عمان الشوارع، هذا حرية إبداء رأي، شوارع شارع بيتي مثلا، هذا أمانة ما لم تقم بوظيفتها حسب ما هو مطلوب، إجا شخص وحط تعليق مثلا لا سمح الله وغلط على أحد المسؤولين، هلا أنا معاقب كمؤسسة ولا كشخص؟ كشخص أو كمؤسسة، يعني ممكن أنه هو أساء للشخص المسؤول أو المؤسسة أو للمؤسسة، اثنين معاقب عليهم. أوكي، هلأ في هاي الحالة إذا أنا يعني إذا أنا نشرت هذا وما أزلت التعليق، تمام، الخلاف المشكلة أنه القانون ما حدد لمدة لإزالة الخلاف، بمعنى أنه إذا أنا نشرت وإجا شخص علق ونمت ما شفته، صحيت ثاني يوم الصبح وما كان في ما تمكنت اني ازيله، وشخص المتضرر سالتيني عنه، اذا المتضرر شخص، اذا الجريمه يعني انا متضرر شخص حسب نوع الجريمه اللي ارتكبت بهذا المنشور التعليق، اذا المتضرر شخص وقدم شكوى انا او اخذ سكرين شوت وقدمها، انا اصبحت اعاقب مثل الشخص اللي نشر الـ يعني مثل اللي نشر. شو نوع نوع الإساءة التي من الممكن أن تكون ب، يعني إحنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أشكال متعددة من التعليقات، كل الجرائم، ذم وقدح وتحقير واغتيال شخصية وإثارة نعرات، يعني هلأ اليوم إحنا عندنا في أشخاص يعني للأسف متخصصين بإثارة النعرات أو ازدراء الأديان، هذا كله وارد في النص. يعني مثلا إذا بعض الأشخاص بنتذكر يعني بعض الحوادث التي مثلا كان فيها حالات وفاة مسلم أو مسيحي، التعليق عليها حتى من النواحي الفتوى الشرعية لا يجوز مثلاً، يعني خلينا نحكي بصراحة إثارة، لا يجوز الترحم على فلان أو معايدة فلان أو هذا يعتبر إثارة أو لا سمح الله صوت الأذان مزعج، هذا كله ممنوع، ممنوع من قبل والآن تغلظوا العقوبة. لا يجوز أنك أنت تتدخل بأديان الآخرين، وكلمة ازدراء الأديان أنت واسعة ترى، يعني حكم على الأشخاص أو على المجتمع بشكل طبعا ما بصير أن أنا أختال شخصية شخص وأحكي عن أسرته طلعوا تعشوا بالمطعم الفلاني وراحوا هاي مرفوضة تماما، هاي يعني هاي أمور، يعني في إيجابيات كثيرة للقانون، في بعض السلبيات ممكن إنه عندما نتحدث يعني عن ممارسات المجتمع بنحكي عن أمثلة كثيرة من صحيح. الممكن يعني الآن من ماذا يجب أن يحذر مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؟ التعبير بأي طريقة، من هي الشخصية التي من الممكن أن تشعر بالتهديد تجاه هذا الموضوع؟ الشخصية اللي بترتكب جرائم، اللي بتخلق فتن، اللي الشخصيات اللي بتبتز الآخرين، الابتزاز صار عندنا شخص بحصل على صور لفتاة
او 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 لشخص او او شخص في جلسه او بصير يبتز فيه، الابتزاز يعاقب عليه، واذا كان الابتزاز بامور بصور يحرص الشخص عليها العقوبه مشدده. ما انا بكون في مكان ما بدي حدا يصورني وهذا حق لي ويرجع يبثه او يبتزني. اثاره الفتن والنعرات حكينا عنها، ازدراء الاديان، الاشخاص الذين معنيين بتنفيذ القانون، الضابطه العدليه، ما بصير انت تصير تصورهم وتنشر. كان في عمليه اعتقال لتسي، وهي عمليه الاعتقال فيها رجال امن، تصير اصورهم وانشرها عشان او اكبر اعمل يعني. في انا شفت مره عاملين تكبير زوم على صوره ضابط امن وبنشروا فيها انه هذا الاعتقال، يعني اذا تعرضت حياته للخطر هي يعاقب عليها. القانون بشكل عام فيه أشياء ممتازة وهيك، ولكن واضح كمان أنه هناك لبس ما بين فكرة التعبير عن الرأي شو ما كان وشو ما كانت الخلفيات أو البيئات، وما بين فكرة الانتقاد. بمعنى أنه هل أستطيع أن أتكلم بأي موضوع وبأي طريقة؟ ما هي الحدود الأدبية والقانونية التي أستطيع من خلالها التعبير عن رأيي من غير أن يكون علي أي مخالفة قانونية؟ اللي بقدر أحكي لك يا أنه لا تتعرض للأشخاص، لا تنشر أخبار كاذبة، لا تذم، لا يعني لا تتحدث عن امور شخصيه. فلان صفات يعني بمعنى بعيد عن الصفات، انا مره تتحدث عن الفعل نفسه. نعم تحدث عن لماذا الفعل، هو خطا او لماذا هو صح. نعم فقط، ما يعني وانا باكد فقط، يعني ما ندخل بالشخصيات، ما نجيب اسماء الاسر، ما ننشر اخبار كاذبه، ما نالف قصص، ما نبتز، ما ننشر امور خادشه للشرف، لا ننشر أمور متعلقة بالأسلحة والذخائر والترويج إلها أو كيفية صناعتها. اليوم في مواقع إلكترونية بتحكي لك كيف تصنع متفجرات، يعني هذا أمر خطير جدا. طب إذا عجبني منشور من المنشورات دكتور وأنا أعدت نشره ولكن لم أتأكد من صحته، يعني أنت بتعرف يعني الفيديوهات منتشرة بشكل كبير جدا، أحيانا ممكن يعني أغنية ولكن هاي الأغنية لها حقوق ملكية مثلا، نحكي على مثال بسيط جدا، فهل فعليا أعاقب على فكرة المصدر؟ نعم، كل من أعاد نشر أي محتوى يعاقب عليه القانون، برجع بتعاقب مثله مثل الشخص الناشر الحقيقي، وهي موجوده من قانون 2015، مش بس يعني قانون رقم 17 سنه 23، هي موجوده. اعاده النشر بمعنى اخر كانها قبول وترويج للفعل للجريمه، وبالتالي في شغله انه نحكي فيها الحصول على الارقام السريه وبطاقات الائتمان، ايضا بطاقات الائتمان او 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 اختراق الشركات الماليه. اكيد الامور الماليه هاي كلها حسابات كلها معاقب عليها. يعني بشكل عام احنا يعني حكينا عن كافه الامور اللي ممكن. دير بالك من اختصار الشخصيه، نشر اخبار كاذبه، لا تذم اي شخص على النت، ولكن ليس هناك اي موضوع محظور. لا، ولكن هي كلها جرائم. الاسلوب هو هي جرائم، لكن بنصح اي شخص انه اذا كان بدير موقع او صفحه او اي او موقع الكتروني ينتبه للتعليقات، لانه ممكن يعني من الواضح انه ردود الافعال، هناك الكثير من الناس الذين اغلقوا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كرده فعل، يعني ما بين يعني الايجاب والسلب، واضح انه ردود الافعال متباينه. اكيد مع التجربه ايضا سيكون هناك الكثير من الامور. القضاء راح يكون فيصل ان شاء الله. شكرا دكتور جميل السماوي المحامي والخبير القانوني، شكرا لوجودك معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك.